السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم النهاردة. إحنا معاكم النهاردة مشاهدينا وفقرات مختلفة، ونبدأ حلقتنا ونشوف فرحة من 30 فرحة و30 عمرة معاكم للأمهات المثاليات في برنامجنا النهاردة في شهر مارس، شهر الأم. كل يوم عندنا فرحة جديدة، حلم بيكون طول عمر الأم اللي معانا بتحلم بيه. يا رب جعلنا دايما سبب في إسعاد الناس، وإن إحنا ندخل الفرحة والسرور على قلبهم. هنشوف النهاردة مع بعض قصة الأم اللي معانا وفرحتها بالعمرة. عمرة النهاردة مقدمة من شركة انترا تورز للسياحة. تعالوا نشوف العمرة والفرحة والأم المثالية اللي معانا النهاردة. النهارده معانا ام من الامهات المثاليه، الحاجه عطيات. اهلا بيك يا حاجه. اهلا بيك يا حبيبتي. تعالي الاول نروح ونشوف التقرير اللي صورنا معاكي ومع اولادك مع مشاهدين. شفت الحبايب يا حبيبتي، يا اغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل الطيبة، يا ربي خليك يا قالي مع جوزي 54 سنة. كنا بنجيب فاكهة وبتاع، نقعد بقى تحت في الحتة اللي حضرتك جيت فيها دي، وشقة وتعب وكافحت معاه كتير يعني كده، يوم حلو ويوم وحش، وعدينا الأيام وهو توفى، وديني يوم جوزتهم. آخر بنت هي البنت الصغيرة دي فاطمة، جوزتها كلهم يعني، بس يعني حالتهم برضك تعبانة وكده، والظروف يعني دي كنت حضرتك شايف المنظر. أنا بنت الحاجة عطيات، ربنا يخليها لنا ويطول لنا في عمرها. ربتنا وعلمتنا، وقفت معنا كتير، وربنا يطول لنا في عمرها يا رب، ويوصلها لأحسن حاجة وكل حاجة حلوة هي عملتها. أنا طول عمرها شقيانة مع أبويا، وشفنا الشقة على أيديها وتعلمنا ده في بيوتنا، يعني هي علمتنا الحاجات دي، إن إحنا نتعلم نفس ما هي عملت كنا بنعمل في بيوتنا. أمي كل حاجة عملتها لنا، بعد كمان بابا ما مات واقفة معانا في أي مشكلة بتحصل لنا بتحلها لنا هي الراجل، ولو تعبانين ولا أي حاجة بتوقف معانا. ربنا يطول لنا في عمرها. بعد والدي بقت هي الأب والأم والحنية كلها، ومنين ما حد مننا يبقى محتاج حاجة ولا حاجة، يبقى بتبقى مش قادرة تعملها بس بتبقى نفسها تعملها يعني. بعد بابا ما مات هي تعبانة جدا، ما فيش حد واقف معاها إلا ربي. من يوم ما ماشي والله الحلم ألم بقى لربنا، وياما هو بقضيها اعمل ايه، بس ربنا ما يفتكر. تعبت وشقيت، شقيت جامد يعني، انا بقولها لك يعني من قلبي، شقيت طول عمري شقيانة والله، وايام بنقضيها في الدنيا ونحمد الله على ربنا ادولنا. هي ما بتكون كويسة انا بتبقى نفسيتي مرتاحة، لان هي شايلة عننا هم كبير. ربنا يخليكي لينا يا رب، ويطول لنا في عمرك، ويرزقك بالعمرة والحجة. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.
منورانا. الله ينورك، ده نورك انت. قولي لي بقى كده سريعا رحلة كفاحك ايه؟ انا 50 سنة شقة وتعب مع جوزي، وكان بيبيع بطيخ وبتاع، واقفين مع بعض. جوزك كان بيبيع فاكهة يعني؟ فاكهة. بطيخ؟ اه بطيخ وفاكهة وحاجات من دي. كنتي بتشتغلي معاه؟ كنت واقفة معاه وبعدين اتوفى هو بقاله مدة، فالظروف تعبانة وربيت ولادي بالعافية. عندك كم سنة؟ عندي 67 سنة. ربنا يديك الصحة. تعيشي يا حبيبتي، لا يكفيك شر المرة. ولادك كام بقى؟ معايا 5 بنات وولدين. في ولد منهم كان عامل حادثة وتعبان في البيت، وفي ولد تاني ظروفه تعبانة بردك وكده وما بيشتغلش، وانا بصرف عليه. ومعايا 5 بنات تعبانين في ظروفهم وحشة، يعني ظروفهم وحشة قوي. معايا بنت منهم بعيد عنك عندها فتاء تحت الرئة وعايزة تعمل عملية، وعايشة ب 300 جنيه بتوع معاش جوزي، وظروفنا ما يعلم بيها الا ربنا، وقاعدة في أوضة. وابنك في حد من ولادك عنده حاجة نفسية؟ عندي ولد عنده 39 سنة، نفسيته تعبانة و... بيشتغلش طبعا؟ ما بيشتغلش. قاعد بقى انت بتصرفي عليه؟ وظروفه وحشة وكده، وقاعد بتجيله حالة تشنجات كده بتجيله، وقاعدة بيهم، وهم برضك بيجوا يقعدوا معايا، ظروفهم وحشة. ده اديني ماشية، ده بيدي حاجة وده بيدي حاجة، يعني هو ماشية نفسه كده. يعني لان المعاش طبعا ده 300 جنيه. 300 جنيه ما بيقضوش، ما بيعملوش حاجة. يعني الظروف ما يعلم بها لربنا. وفي ولاد حلال بقى، يعني مثلا اللي بيدي 50 واللي بيدي 100 وهي ماشية، ده اللي ماشية. ونحمد الله على ربنا يدهولنا، وما نتحرمش من حسك أبدا يا رب، ويديك الصحة والعافية. قولي لي بقى، كان نفسك في العمرة؟ كان نفسي من زمان والله، والله كان هو يعني عايز يشيل أي قرش عشان يطلعني، فما حصلش نصيب. الله يرحمه. فجت من عند ربنا، يعني أمين كنت، والله يكفيكوا شر المرض ويخليكوا ويديكوا الصحة والعافية، ويكفيكوا شر الوحش كله. يا رب. حبيبتي ألف مبروك. أنت طبعا معانا الأم المثالية، وهدية هي طبعا من شركة انترا تورز للسياحة، وبنشكرهم. وانتي قوي 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 يعني، وكتر خيرهم، ودي حاجة من فضل ربنا وفضلكم. انتي ربنا اختارك وجعلنا بس سبب علشان نفرحك على قد ما شقيتي وتعبتي مع جوزك الله يرحمه ومع اولادك. ربنا يديك الصحة والعافية وما نتحرمش منكم ابدا. صحتك عم خير والله. انا هتعملي ايه في العمر؟ ربنا معايا بقى يقويني. انا شايفاكي رجلك تعبانة. رجلي الاثنين والله ما بقدر امشي بيهم. ايوه انا شايفه. والله ما بقدر امشي بيهم. ماشي اهو. ان شاء الله هناك بقى نجيب لك كرسي. الله يسترك، الله يسترك يا رب، ويديك الصحة والعافية ويخليكوا للخير على طول. الله يخليكي، والف مبروك يا حبيبي. الله يبارك في حسك يا رب، ما تحرمش مني.